بسم الله تمام ولا نكمل؟ دلوقتي بالنسبة للدايرة دي، احنا امبارح اتكلمنا عن دايرة التكييف سبليت في ابسط صور ليه، صح؟ وعملناها والموضوع الحمد لله ايه بسيط. هنبتدي النهاردة نكبر دايرة السبليت شوية، الدايرة الكهربية. الدوائر الكهربية هي تعتبر العقدة بالنسبة للفنيين. بالنسبة للميكانيكا، اي واحد لو ما يعرفش حاجة خالص ونزل مع واحد في التركيبات اسبوعين ثلاثة هيعرف يركب. لو سباك، لو كهربائي، بالنسبه لانك انا بيعرف يشغل بالشنيور ويعرف يشغل بالصاروخ وايده كويسه في الشيل والربط والكلام ده، هيعرف يركب الجهاز بغض النظر هو فاهم هو بيعمل ايه او لا. يمكن احنا شفنا امبارح ان فنيين وشغالك اللي بيقول لك بقى له 25 سنه وبيقول لك بقى له 27 سنه وما كانش عارف المحبس ده يعني توصيلاته ازاي او الفاكيوم ازاي او الكلام ده، فكله بياكل عيش على راي الفيشاوي. فهنبتدي نتكلم بقى النهارده عن الدائرة الكهربية. الشركات بتحاول على قد ما تقدر انها توفر في السلك او توفر في الخامات، وفي نفس الوقت تحسن الجودة. ايه اكتر حاجة بتسحب امبير؟ الكباز. فلما يجي كده نجيبها كده بالبلدي، لما يجي عشان يعمل كارتة، الكارتة بتعمل ايه؟ بتشغل الموتور. طب انا دلوقتي عندي تكييف 1.5 حصان، هجيب له كارته يكون الريلي بتاعها يتحمل امبير 1.5 حصان، 6 7 امبير، قول هعمله 10. طب لما اجي اجيب جهاز 3 حصان، محتاج ان اخلي الريلي يستحمل كام؟ مثلا امبير عالي وليكن مثلا اخليه 15 اخليه 20. طيب لو انا هعمل جهاز 5 حصان، هيبقى الكارته عامله ايه؟ لازم يكون فيها ريلي يتحمل الامبير بتاعه مثلا ياخد 20 30. طب احنا كنا لما جينا اتكلمنا امبارح في الدائره الميكانيكيه كنا قلنا ان الشركه من ضمن الحاجات عشان الصوت ان خلى ان الكابيلاري صوت البخ بتاعه نقله من الوحده الداخليه للوحده الايه؟ الخارجيه عشان صوت البخ. طب تخيل انت لما يكون في ريلي هيستحمل مثلا 30 امبير، حجمه هيبقى عامل ازاي وصوته هيبقى عامل ازاي؟ اكيد صوته هيبقى عالي والحجم بتاعه هيبقى كبير، صح؟ عشان كده عملوا حاجه اسمها كونتاكتور. قال لك الحاجه يا عم اللي هتشيل امبير وهتشيل الكلام ده نرميها في الوحده الخارجيه. يبقى دي اول حاجه. الحاجه الثانيه وفر في السلك. هنقول ازاي؟ فتعالى دلوقتي نبتدي نتكلم واحده واحده. دلوقتي هنا على التوصيله اللي احنا خدناها امبارح، التوصيله البسيطه، السلك اللي كان رايح ما بين الوحده الداخليه للوحده الخارجيه، سلك محمل ولا سلك ضعيف؟ محمل. ليه؟ لان السلك ده هو اللي هيحمل لي وهيشغل مين؟ الكباس، صح؟ طيب مش لازم هنا الريلي يكون يتحمل الامبير بتاع الكباس؟ تمام. في القدرات الصغيرة بيبقى الوحدة الخارجية زي ما انتوا شفتوا كده في الوحدات واشتغلتوا عليها، بيبقى ده المنظر. قلت لكم في اول الكورس ان باذن الله هنوصل ان لو الجهاز محدش لعب فيه قبل كده تقدر تحدد الاطراف بتاعته بعينك. عملتوها امبارح ما عملتهاش. طب انا دلوقتي هنا طلعت على جهاز، مش هنتكلم على التوصيلات اللي بين الوحدتين، عايزك تحدد لي اطراف الكباس واطراف المروحه. اهي صوره قدامك، مش قدام، مش على جهاز. يعني الجهاز كنت بتعمل ايه؟ كنت بتمشي مع السلك وبتشوف. لا احنا عايزين من الصوره هنا اهو تحدد لي اطراف الكباس وتحدد لي اطراف المروحه. الاحمر والابيض والاسود كباس. ده اسود وده ده لا عايزك تحدد لي. ماشي انت دلوقتي بتقول ان ده الكابل، ده كابل الكباس. قول لي مين السي ومين الار ومين الاس. الابيض هو الاس. هو الاس تمام. والاحمر هو الرنم. طب عرفتها ازاي؟ عشان ده داخل مع الكهرباء وده لوحده.
يبقى انت هنا لما هتيجي تبص على الكبستور بتاع الكباس، الطرف اللي لوحده فده اس، الطرف اللي معاه طرف تاني اللي هو هيبقى كهربا هيبقى الار. فانا عرفت ان من الكابل ده الطرف اللي طالع لي لوحده هو الاس، والطرف اللي طالع معاه سلكه تاني هو الار، والطرف اللي موجود من هنا هيكون هو جاي منين؟ كهربا او ال 2. يبقى الطرف الثالث اللي هو هيبقى دول الطرفين اللي هم بتوع مين؟ 220 اللي هم بتوع الكباس. وصلت؟ طب حدد لي المروحه. الازرق هو ال الاس. يبقى نفس الكلام اللي احنا اتكلمناه هنا هيكون بنفس المنطلق، ان بالنسبه لكباستور المروحه الطرف اللي لوحده هو هيكون الاس، الطرف الثاني اللي جاي من الكابل هيكون الار، وهتلاقي ان الطرف هنا الطرف اللي مع الار هيكون هو الطرف جاي مع الطرف اللي مع الار بتاع الكباس. يبقى دلوقتي التوصيله دي هي بالظبط تعادل التوصيله دي. فيها مشكله؟ من المفارقات ان احنا لما كنا بنيجي نشتغل في الكارتات كنت بتلاقي ساعات كارتة الريلي بتاع الضغط صغير، ولو هي سخان الريلي بتاع السخان كبير. وكان في كارتات كنا بنشتغل عليها كانت بتلاقي ان ريلي الكباس او الضغط قد ريلي السخان. في الكارتات اللي هي وراكم اللي انتوا اشتغلتوا عليها دي اللي هي بالنظام ده، دي كانت الكارتة تعتبر لجهاز 1.5 مثلا، او بمعنى اصح جهاز ان الكارتة او الريلي يقدر يتحمل الامبير بتاع الضغط. بس زي ما احنا قلنا ان الشركة لقت ان انا كل ما هكبر الوحدة، وده مشكلتين. المشكلة الاولية ان انا كشركة مصنعة لازم اصنع كارتة للجهاز 1.5، وكارتة للجهاز 2.5، وكارتة للجهاز 3، وكارتة للجهاز 4، هفضل اعمل كده. لا اما اصنع كارتة واحدة تتحمل كل الكلام ده، فلما اجيب كارتة مثلا احط لها ريلي بيتحمل مثلا 30 امبير، وانا في الاخر بشغلها على جهاز 1.5 حصان بياخد 6-7 امبير، يبقى في الحاله دي اهدار للاهدار ولا لا؟ عشان كده قال لك نخرج من الكلام ده ونعمل حاجه اسمها كونتاكتور. الكونتاكتور ده ايه فكرته؟ نرجع لفكره الريلي. فاكرين الشرح بتاع الريلي؟ مش الشرح بتاع الريلي لما احنا جينا وقلنا ان هو كان ملف وكونتاكت، الملف كان بيتغذى من الكارتة سواء 12 فولت او 24 او 48 ايا كان الفولتية بتاعته. فكان المتحكم في الريلي في ملف الريلي كان الكارتة، وكان الكونتاكت انت بتشغله او انت بتوصله توصيلات من عندك انت. في مشكلة في كده؟ طيب نفس الكلام هو الكونتاكتور. الكونتاكتور ده بيتكون من ملف، ظاهر كده عندك؟ نجيبها هنا اهو، بيتكون من ملف وكونتاكتين. الملف ده اي ملف بيبقى ليه طرفين. ظاهرة ولا لا؟ ماشي، بيبقى ليه طرفين. خدوا انتوا الكونتاكتورات دي بصوا كده عليها. ماشي؟ ملف ليه طرفين وفي كونتاكتات. الكونتاكتات دي بص لي بقى هنا كده. مثلا الكونتاكتات دي وانت مش موصل كهرباء للملف الكونتاكتات دي فاصله، يعني انت لو حطيت حاجه هنا مش هتشتغل. امتى يشتغل؟ لو انت اديت لملف الكونتاكتور 220 هيحصل مجال مغناطيسي هيجذب الكونتاكت. لما يجذب الكونتاكت يبقى كله كانه ايه؟ موصل. كانه مفتاح. لو انت بصيت كده اهو وجيت رحت دايس هيحصل ايه؟ كده كانه مفتاح وصلت من هنا لهنا. ده فكره البتشينو. كانه مفتاح بتشينو، بس عارف المفتاح البتشينو انت بتعمله يدوي. اه. الكونتاكتور بيعمله اوتوماتيك او مش اوتوماتيك، لما يوصل له كهرباء من الملف هو كانه مفتاح البتشينو وصل تلقائي. في مشكله لغايه كده؟
تجارب عليه دلوقتي ونجربه. تمام؟ طيب انا دلوقتي عايز ان كل توصيلات الوحده الخارجيه اللي هي اكتر حاجه بقى فيها اكتر حاجه بقى فيها امبير اللي هو الكباس، هاجي هوصل التوصيله بتاعتي كلها نفس التوصيله اللي احنا خلاص مش هنعيدها تاني، توصيله الكباس والمروحه والكلام ده كله، هاخدهم على فين؟ على طرفين الكونتاكتور. تمام؟ وهدي من الطرفين التانيين 220. في مشكلة؟ طيب امتى بقى هيشتغل؟ انا عايزه يشتغل امتى؟ لما ياخد امر من الكارتة. فالتوصيلة اللي كانت بتاعت الكارتة اللي كنا بنشغل عليها الكباس من الكارتة هم اللي هياخدوا طرفين الملف. فكده توصيلتك في الكارتة هي هي، مفيش اي اختلاف. نرجع كده للتوصيلة هنا اهو، في مشكلة مع حد في التوصيلة دي؟ كل اللي حصل ببساطة، مش دول الطرفين اللي كانوا بيشغلوا لي الكباس؟ خليهم يشغلوا ملف الكونتاكتور. ها؟ هخلي الطرفين دول يشغلوا ملف الكونتاكتور. وأطراف الكباس بالمروحة هدخلها على الكونتاكتور وأديله 220. واصلة ولا؟ لو مش واصل كده كده هنعملها عملي، يعني بوقف الفيديو وهنعملها عملي. ها في مشكلة؟ تمام. فبقى زي ما انت شايف كده، أطراف لو اتكلمنا على توصيلة الكارتة، أطراف الكهرباء دخلت على تغذية الكارتة، وصلنا المروحة هاي وميديوم لو على السرعات، طرف كهرباء كانت عشان دي كارتة قديمة على الإف سي، نفس الكارتة اللي انتوا كنتوا اشتغلتوا عليها. طرف كهرباء دخل على الاف سي غزال المروحه والطرف الثاني على ال 2، السخان اشتغل عادي، طرف كهرباء دخل السخان والسخان على ال 2، الطرف الثاني دخل على الكمبريسور ومن الكمبريسور رايح على ملف الكونتاكت، والطرف الثاني على مين؟ على ال 2. في مشكله؟ قسمت التقسيمه بتاعت الكباس بتاعتك على دخل الكونتاكتور ورحت واخد من خارج الكونتاكتور مديله 220. يبقى هنا دلوقتي الكارتة لما هتيجي تشتغل بقى الريلي بتاع الكباس بيشغل مين؟ ملف الكونتاكتور. بيشغل الملف بتاع الكونتاكتور. فدلوقتي انا دلوقتي سواء كارتة كانت 4 حصان 5 حصان 3 حصان، انا في الاخر بعمل كارتة بريلي ايه؟ بريلي صغير. لسببين، اول سبب عشان تكلفة الكارتة، تاني سبب عشان الصوت. ما هو لما يبقى ريلي صغير غير لما يبقى ريلي، يعني تخيل مثلا هو يعمل لك ده عشان التكييف الثلاثه حصان والاربعه والخمسه، تخيل ده لما هنسمع صوته نديله 220 ونسمع صوته طق طق، الصوت بتاعه تخيل ده في اوضه نوم واحد هيبقى عامل ازاي؟ جدا. ده هو خرج الكابيلاري عشان صوت البخ اللي صوته بسيط، اللي هو الجهاز ده بيبقى متقفل يعني يا دوبك بتبقى سامعه. يبقى هيعمل ايه بقى ايه في الكونتاكتور؟ تمام؟ ادي توصيلة الكونتاكتور. ده ضرب. ضرب. ما تحاولوا كده تحددوا لي الاطراف. الروزيتا اللي طالعه ديت بتاعت الكباس اللي طالعه من تحت الصوت. دي الروزيتا بتاعت الكباس. اما الناحية التانية. ده ادي الروزيتا بتاعت الكباس. هي دي. ماشي. عندك ال هي الالوان مش باينة قوي، بس اللي عندك الاسود والاحمر ده راننج وكومة. لو حددت من هنا من الكواستور هلاقي الكواستور نفس الكلام اللي احنا قلناه ما اتغيرش، واحد فيه سلكه وواحد فيه سلكتين، يبقى اللي فيه سلكه هو الاس واللي فيه سلكتين هو الار. ماشي. وهتلاقي طرف من اللي رايح على الار ده، من اللي جاي على الار ده رايح على مين؟ رايح على الكونتاكتور. يبقى الطرف الثاني اللي جاي من هنا هيكون مين؟ هيكون السي. فانا بقى الكابل اللي موجود عندي طرف رايح على السي والار والاس على الكباستور، وطرف تاني رايح على مين؟ على الكونتاكتور. فعرفت مين الار ومين السي وعرفت الاس. في مشكله؟ طيب الناحيه الثانيه طرفين ال 220.
طيب بالنسبة لملف الكونتاكتور، ملف الكونتاكتور شايف الطرف ده؟ الطرف ده هو الطرف اللي جاي من الكارت بتاع التغذية. طب الطرف الثاني انا لو واخده من الكونتاكتور، طب ليه واخده من الكونتاكتور؟ عادي، ما هي عادي كهرباء، عايز طرف ثاني للكهرباء خلاص. نرجع لهنا، مش انا عندي هنا اهو كان ملف الكونتاكتور ده كان بيجي لي طرف من الكارته والطرف الثاني كان بيروح على ال2 صح ولا لا؟ هاخد ال2 من الكهرباء. طيب مش انا عندي هنا اصلا ال220 اللي هم موجودين هنا بقوا 220 موجودين هنا؟ طب انا بدل ما استخدم السلكه دي، في شركات بتعملها وشركات لا، طب ما انا عندي ال2 هنا متكرره، طب مش انا اخد طرف ال2 ده اخده من السلكه اللي جنبها؟ لو لقيت واحد مش مشكله، هو ده هو ال2. نعم؟ لو لقيت واحد مش، طب ما هو مش واحد ده كان رايح على ال2، رايح على ال2؟ طب مش انا عندي ال2 دي موجوده هنا؟ طب السلك بقى غالي والشركه عايزه توفر، مش هاخده من هنا؟ السلكه دي على فكره هتفرق معايا، يعني في سلك اسلاك كده هنوفرها كمان شويه. وفرت ولا ما وفرتش؟ يبقى انا كده دلوقتي بقى عندي الجهاز كم؟ بس هنا لازم احدد مين دخل الكهرباء ومين الكباس ومين لما كنا بنشتغل امبارح كنا قلنا ال 220 تدخلهم كده او تدخلهم كده مش فارق صح؟ لكن لما بقى ثلاث طرف هنا ندقق بقى شويه، ده انت لازم ما تجيش تقول لي تخيل انت لو خدت دي من هنا خدتها من الناحيه الثانيه. قفل. لا مش قفل، مش هيشتغل لان نفس الفازه. قفله ليه؟ ما هو انت عندك ده في الاخر هو جاي من يعتبر ال واحد. نفس الطرف. فنفس الطرف، فانت لو جبت لمبه حطيت السلكتين بتوعها في نفس الطرف هل هتنور؟ هي عايزه ال واحد وعايزه ال اثنين. عايزه ارض وكهرباء. فهنا بقى الطرف اللي انت بتعمله ده لازم تعمله على ايه؟ على ال2. على ال2 كان في واحد كان فني يعني ربنا يصلح له حاله كان عامل شرح فيديو على على ترتيب الكارتة اللي هي الجوكر بالكونتاكتور والراجل قال نصه وبالنسبه للسلكه دي اللي هو كان عاملها على الكونتاكتور تحطها هنا او تحطها هنا مش فارقه انا عندي حساسيه من الحاجات اللي زي كده رحت داخل بيكلمه الراجل ما عجبوش ها رحت داخل معلق له على العام لقيت هجوم انت مستقصد الراجل هو انت بتعمل كده عشان انت بتعمل فيديوهات بتسيب الراجل يشتغل يا جماعه انا بتكلم في علم مش بتكلم في حاجه خاصه انا بتكلم في علم يعني غلطه زي كده لو واحد يعني ما دققناش عليها لو واحد لسه مبتدئ هيعمل التوصيله كلها وحط السلكه الناحيه الثانيه ما اشتغلتش هيظن اصل الكارته بايظه اصل انا وصلت غلط اصل انا مش عارف فيقعد بقى مساله التجربه دي في بعض التوصيلات او في بعض الحاجات ممكن تعمل قفله يعني هنا قدرا ان هما الاثنين مش هيشتغل الجهاز وده على فكره الحته اللي انت كلمتني فيها امبارح لما انت بتقول لي مش عارف كان مهندس مين كان موجود معاك والفني كان عامل الجهاز غلط وهو راح شايل سلكه من الكونتاكتور هو شال دي ما هو الجهاز ما اشتغلش لان الجهاز ما اشتغلش لان هو واخد نفس السلكه فهو الراجل فاهم بعينه فاهم الحته اللي احنا بنتكلم فيها دي بخبرته بعلمه دارس ايا كان يعني ربنا يصلح له حاله فهو فاهم الحته دي فلما بص بعينه نقل السلكه من على الكونتاكتور من هنا للناحيه الثانيه الجهاز اشتغل مش انت كنت بتحكي لي في امبارح على عم محمد لا خالص عايزين بقى اسامي في الفيديو كده يعني لا هو عم مهندس احمد عارف هو اللي نقل السلكه هو لا ماشي ده يبقى ده كويس بلاش انا بكلمك كويس لا كويس خلاص نشكره ماشي فالسلكه هنا اهو لو انت جيت رحت ناقلها هنا اهو الجهاز مش هيشتغل في فنيين بقى بتغلط غلطه اكتر ان تاخد السلكه دي وتروح حطها من ناحيه الكباس الجهاز مش هيشتغل خالص مش هيشتغل ما لقطش ما انت هيلقط ازاي هواخد طرف من الكارت بس طرف تاني مش موجود ويجي بقى يقول لك ايه الفنيين عارفين الجهاز مش شغال دوس على الكونتاكتور فلما هو يجي يروح داس على الكونتاكتور الجهاز هيشتغل يقول لك بس كده في مشكله بقى في الكارت الغلطات اللي انا بتكلمكم عليها دي انا بطلعها ورا فنيين انا جات عليا فتره اغلب شغلي ما بقتش اخد شغل من عملاء بقى شغلي كله على الفنيين هو مش عارف يعمل حاجه فتره
ممكن هتبقى حاجه بسيطه زي كده، بس هو بالنسبه له ان انا عملت الاختراع. طب الهندسه دي بتديها كهرباء؟ اه يعني الكوبري ده هو اللي بيديه كهرباء عشان مش نجيبها تاني من هنا. انا دلوقتي لما كانت موجوده هنا اهو عشان الملف يشتغل، مش عايز له طرف من الكارته والطرف الثاني من ال2. طب مش ال2 دي انا موجوده عندي هنا؟ مش هوفر السلكه دي ولا موفرهاش؟ بس سلكه كابل 4 متر 5 متر عشان بعد شويه هتقولي طب سلكه واحده الموجوده، ما هو الاسلاك بعد كده يبقى في كابل، ممكن تجيب كابل 7 في 1 3 في 1 4 في 1 يعني عارف نظام ايه. هتلاقي في الاخر ان الكابلات اللي انت بتجيبها ممكن توفر في السلك في عدد الاسلاك. تمام؟ وصلت الفكره؟ طبعا كل ده بعد التصوير هنوقف ونعمله عملي. يبقى انت هنا اهو من الصوره تقدر تعمل ايه؟ تقدر ان انت تحدد الاطراف، بس تاخد بالك من حاجه، الكلام ده لو انت اللي بتشتغل في الجهاز او الجهاز كان شغال وفصل وانت اللي طلعت اشتغلت عليه. لكن لو في فني قبلك شغال، ها لا ما تاخدش بالكلام بالنظر، لازم تبتدي تقيس، لان هو ممكن هو يعمل ايه؟ يكون عاكس، فهو عكس، تيجي انت تشتغل على كده تعمل قفله او تحرق حاجه في الجهاز هتبقى مصيبه. في فنيين ما عندهمش ضمير، لما يطلع للجهاز والعميل ما يوافقش معاه او يعمل حاجه بيقفل سلكه مكان سلكه، يلخبط حاجه، يعمل حاجه بحيث لو حد اشتغل بعده يعرف. تمام؟ طب انت هتعرف ان الجهاز ده حد اشتغل قبلك ولا لا ازاي؟ الجهاز من النظر فيه، بمعنى اصح دلوقتي لما تدفع كده الاجهزه امبارح كلها بتبقى اطراف، الجهاز مثلا موجود ربطنا بقى فتره. طب لو الجهاز عارف من الخبره من فكه المسمار تعرف المسمار ده اتحل قريب او لا، من تقل المسمار عارف، لو انت مسمار اتفك كتير بتلاقي ايه؟ بيبقى ناعم، اتفك بسرعه. من تقريطه المفك وانت بتفك المسمار تعرف المسمار ده اتفك قريب ولا لا، المسمار لما بيتصاب فتره كبيره يعني بيصدي بينشف بيتقل. الحاجه الثانيه من التراب، يعني انت لما جينا اشتغلنا في حاجه هناك، مجرد ما انت اشتغلنا في الوحده ومجرد ما انت فكيتها سواء داخليه او خارجيه التراب كان موجود فيه، صح؟ علامه ايدك مكان ما بتمسك المروحه، مكان ما بتمسك الحاجه، علامه ايه بقى؟ في حته فيها تراب وحته لا. لقيت في اي جهاز فيه ان في يعني علامات من الحاجات اللي بقول لك عليها دي، ما تاخدش اعتبر ان اللي قبلك كان مش فاهم. افترض سوء النيه عشان ما تعكش. والموضوع بسيط. احنا خدنا الموضوع في كل حاجه في التوصيلات الكهربائيه، خدنا ان كل حاجه تعملها بايدك، وخدنا ان انت ايه؟ تبتدي تشتغل بالنظر. في مشكله بالنسبه لحد؟ طب شوفوا كده هنا. البني والازرق واخد الروزيتا ال و ان. دول كهرباء. تمام. الازرق معمول بكوبري. والرمادي ده واخد اللي هو من الكارتة اللي هو الكنترول. حددت الاول الكباس وال لما تيجي تخش حاجه زي كده، خش على الكباس والمروحه وبعد كده ارجع على الروزيتا. البن ده الار وطلع له كارت بن برضه للكونتاكتور. تمام. الاس ده الازرق ده الاس. الازرق الاس. والاسود الكوبري. والاسود الكوبري. تمام. يبقى انت عندي هنا اهو الاطراف خرج لي. انا فاكر كان في رسمه كان فيها حاجه غلط، مش عارف دي ولا الثانيه، في توصيله ثانيه. ادي الاس ده الار ده السي. ماشي. والار اهو واخد طرف، يبقى دول طرفين ايه؟ الطرفين بتوع الكباس اللي هو السي والار. الاطراف الناحيه الثانيه 220، وده خد من هنا اهو خد كوبري. يبقى انت دلوقتي عندك الاطراف اللي هتكون جايه من هنا، الطرف الرصاصي، شفت الطرف الرصاصي ده؟ ده اللي هيكون جاي من الكارت. هو جاي على الكونتاكتور من هنا اهو، يبقى اللي جاي من على الكونتاكتور ده جاي مين؟ جاي الكنترول بتاع الكارت. ها؟ الاثنين دول 220. بس مش فابريكا ده زي لا مش فابريكا ده مقلوبه. المروحه نفس الكلام. الابيض اس. الازرق بص هو الازرق واخد من هنا اهو. اه المروحه هنا اهو
في عشان ده منفصل. بص المراحل هنا الاسود ده هيكون ايه؟ الار. الازرق هنا واخده مع السي مش واخده مع الار. مش هتفرق. مش هتفرق كحاجه بس في الاخر هو واخدك محققه 220. بس في الطرف المروحه. طب ليه ما كده كده في كباستر ثلاثي؟ ليه ما اعرفش؟ طب كويس سؤال كويس. في بعض الاحيان الاجهزه زي ما احنا قلنا عشان دي اللي كانت موجوده في جهاز ترينر ما كانش حاضر معانا امبارح. في بعض الاحيان الجهاز بيبقى فيه وليكن كباستور ثنائي كباستور عادي 30 50 اي حاجه زي كده وكباستور مروحه 3 2 ونص فلما انت هتنزل تشتري في السوق اغلب الكباستورات اللي موجوده في السوق عند عامه البياع الثلاثي خلاص بقاش في الثنائي ده بقى ينزل نفس السعر بس بيبقى كام؟ بيقول لك 35 5 50 5 45 5 ماشي. عشان تروح تجيب مزدوج الساعة يبقى 2.5 او 7.5 او حاجة غير الخمسة بيبقى بسعره اعلى. فدايما الفنين بيروح عاملين ايه؟ انا كان عندي كباستور 35 اقول حاجة عايز كباستور 5 يديك الثلاثي خلاص ما تزهق هو خمسة ما تستخدموش. وده اللي حاصل في الجهاز الترين اللي هو موجود ورا. حد كان مغير الكباستور الثلاثي اللي راكب 50 5 والمروحة 2.5. هل لو هو ركبه على الكباستور الثلاثي حرق المروحه؟ ما انت لازم تبقى فاهم مش حافظ. وانا لو معايا مثلا كباستور ثلاثي 35 5 والكباس عاوز كباستور 40 ينفع اوصله على الكباس بس كتوازي؟ بص هو ينفع بس كده هتلخبط الدنيا يعني هينفع ان انت احنا في حاله توصيل الكباستورات على التوازي بس انت حاجه زي كده يعني يكون حمل على الكباستور. لا مش حمل على الكباستور. ما في الاخر هو انت خدت الخمسه وكانك جبت كباستورين وجمعتهم على بعض بس في الاخر انا بتكلم فيه يعني عمال لو واحد طلع وراك يقول لك بس انت يعني ايه انت يعني وديته في داهيه انت رخنته ممكن يظن ان انت كنت عاملها غلط فيروح يجيب زي الكباستور الثاني فكفاءه الجهاز هتقل يعني هو يعني طب التوه اللي وراكوا ايوه علميا هو في حاله توصيل الكباستورات على التوازي بتتجمع القيمه هتبقى نفس توصيله الستارت كيج ما هو ما انت عندك الكباستور ما انت عندك في الاخر هتجمع الاس بتاع المروحه مع الاس بتاع الكباس ما هو السي مجموع يعني انت في الاخر هتعمل كوبري بين الاثنين دول الار والاس مش كده؟ لا ار والاس ايه؟ لو توازي لو هو يعمل هات كباستور ثلاثي هات كباستور ثلاثي من جنبك اهو جنبك اهو في اثنين هات اي واحد انت عندك دلوقتي في هنا ايه؟ في سي وفي هرم وفي فان صح؟ السي ده هو بيتجمع عليه ايه؟ ار المروحه وار الكباس والهرم اس الكباس والفان اس المروحه لو انت عملت قفله على اس المروحه على الهرم وعلى الفان لو عملت قفله عليهم الهرم والكومن لا مش الكومن الكومن ازاي؟ هات كباستورين اهو دي واحده انا دلوقتي عندي ده كباستور 5 وعندي ده كباستور مثلا 30 حلو تعالى دلوقتي انا عندي جهازين اهم لو انا دلوقتي جيت هركبهم في ثلاثي انا عندي هنا ايه؟ ار واس المروحه والار واخد طرف كهرباء صح؟ وعندي هنا اهو ار واس الكباس والار واخد طرف كهرباء مش طرف الكهرباء اللي في الار هنا هو طرف الكهرباء اللي في الار هنا لو انا جيت جمعتهم هيبقى السي هيبقى ار المروحه مع ار الكباس صح والفان هيبقى اس المروحه والهرم هيبقى اس الكباس صح فانا بالنسبه لي السي هو ار المروحه وار الكباس لو انا عايز اجمع الكونتين بتوع الكباستور هعمل قفله على مين على الهرم والفان بقى كده دلوقتي بقى قيمه الكباستور زي ما انت بتقول الضعف الخمسه عليهم بس صدقني هتلاقي اللي بعدك بقى ايه يعني مش بعيد ياخدوا الصوره ويعملوها فرح في الفيس والكلام ده كله ومش هيبقى مقتنع ان انت فاهم فعملت مش هيقتنع بالكلام ده هقول لك بس ده شوف الراجل اللي بيفتي ما انت شفت المنشور بتاع امبارح ف فكره كفكره تمام يعني كفكره تمام لكن كعمليا لا ما تعملهاش الاغلبيه في المضرب في المكاسب الثلاثي ده مجموعه قيمه صغيره مش شرط مش شرط لا مش شرط لا انت عندك في كباسترات هتلاقي كباسترات كده طلعها لك بايظ مره تلاقي الخمسه هو اللي ضعف ومره تلاقي الكبير هو اللي ضعف بل بالعكس الكبير بيضعف اكتر
تمام؟ في مشكلة كده؟ نفوت دي خلاص احنا عملناها عشان هتلاقي ان في الروزتات ممكن تلاقي ادي ال1 وال2 واحد واثنين او رموز. هتلاقي حتى انت من السلك بقى ال1 وال2 شايف السلك بتاعه فين ازاي؟ والسلك الثاني سلك كنترول سلك يعني زي ما كان موجود هنا اهو كده. قال لك ان سلك الكنترول كام؟ 2 في 1. يعني ايه 2 في 1؟ يعني سلكابل سلكتين في 1 مللي. لكن الباور 2 في 4 2 في 6 على حسب حجم الجهاز. وصلت ولا؟ طيب. طب ليه اللي بسمع كده ده هندسه؟ كده الواحد اللي هو عليه سكتين كده ديت لا اللي بسمع بيها. اللي بسمع اللي هي الروزيت ايوه دي. نقطة واحد ديت هي الكوبري اللي هو راح للسنتر في الملف قصدي. عديها دلوقتي. عشان في حاجات تانية ما لسه ما قلناهاش. هتيجي كمان شوية. ماشي. الكونتاكتورات بيبقى عندي الكونتاكتور يبقى عليه غطا زي كده. يعني مش عايز اقول لك 90% الفنانين بيطلعوا يفكوا الغطا ما يبقوش. وبعض الاحيان عشان الظلم ساعات بيبقى الشمس والتراب والكلام ده كله بيحمص مكان المسمار فتيجي تفك المسمار تلاقي ان خلاص ما بقتش راكبه. هو يروح راميها وخلاص. بس ما علينا يعني. ممكن تعمل طرابه تحت ال ممكن مغطيه ولا بس كده كده ده لما كان موجود ما هو الكونتاكت برضه ظاهر يعني. حتى هبص في الجهاز اللي فيه الكونتاكت يعني حتى لو هو مغطي ده هو غطى لك الحته ملف اللي انت بتدوس عليها. لكن عندك هنا يعني لو جيت بصيت هتلاقي عندك من هنا مفتوح برضه التراب داخل في كده. لازم صيانه. ما هو انت بتعمل صيانه ليه مره ومرتين في السنه؟ عارف يا جدع ما تبقاش شغال بسبب التراب ده طبعا عشان كده في الصيانه. لا ما هو يوم الصيانه ده هيبقى حاجه لوحده. بس مش هصوره هنا هصوره مع الكرسي اللي بعده. يبقى كل كرسي نصور لنا كام حلقه يعني. ماشي يا جماعه؟ في مشكله؟ في كونتاكتورات تطلع تلاقيها في اجهزه بيبقى الكونتاكتور ده مفرد. موجوده في اجهزه، ممكن تكون قليله، لكن موجوده ولازم تعرفها. لا مش خالص. طب ادينا بنقول لك الجديد. لا لا في اجهزه، اجهزه كانت موجوده فيها. طب ده يحيي لك بايه؟ يحيي لك ان انت ممكن لما يطلع لما يبقى عندك يعني فرده واحده؟ فرده واحده. فرده واحده. هو انا مش انا عايز يهمني ان الكونتاكتور يطلع يفصل لي طرف. هو لما كانت الكارته كانت بتشتغل قبل الكونتاكتور كان الكارته الكبيره بتاعت الجهاز بتفصل طرف ولا بتفصل طرفين؟ طرف واحد. مش انا مجرد ما فصلت طرف الطرف اللي انا فصلته ده بقى قطع لي الكهرباء؟ مش هو ده الهدف؟ يعني انا لو انا عندي توصيله من هنا كده وجيت رحت لاغي الطرف ده ووصلته مباشر مش برضو بقت الكارته متحكمه لي في ملف الكونتاكتور قطع لي طرف؟ صح ولا لا؟ طب انا بقول الكلام ده ليه؟ في بعض الاحيان لما الكونتاكتور بيضرب ممكن يضرب عين واحده ناحيه واحده زي ده كده. عايز بس شو بس في الفيديو بص لي كده عشان الصوره ما كانتش واضحه. واضح واحده؟ ماشي. بص الكونتاكتور ضارب واحده والتاني سليم. هتلحم طرف فانت بالنسبه لك لما تطلع تلاقي جهاز زي كده انت عايز تجيب يعني عايز تنزل وتجيب كونتاكتور وتعمل بس على الاقل ما تقعدش العميل في الحرب. على الاقل انت محتاج تشغل عشان تشوف في مشكله تاني موجوده في الجهاز او لا. فهو بيروح عاملين ايه؟ بيروح عاملين كوبري على الطرفين بتوعي. اعرف واحد فني ولا داعي لذكر اسماء لما كان يطلع يغير كونتاكتور يروح لاغي طرف وشغال على الكونتاكتور على طرف واحد. فشوف قلت بتعمل كده ليه؟ قال لي انا كده بدي عمر افتراضي للكونتاكتور اكتر بحيث ان لما الكونتاكتور يبوظ بيبوظ كونتاكتات اغلب بيبوظ كونتاكتات زي كده اروح ناقل الطرفين على الناحيه الثانيه. طبعا ده تشغيل دماغ وفي الاخر العميل هيدفع طبعا الكونتاكتور. بس احنا عشان بس ناخد ايه؟ ناخد
الفكر. يعني هو بيستخدم اكنه بيعمله كونتاكتور نقطة، بيستخدم كمان نقطة واحدة ويحمل عليه، ولما الكونتاكتور ده يبوظ يروح ناقل الأطراف على الناحية التانية، فإيه اللي يحصل؟ يشتغل. فيشتغل لغاية ما النقطة التانية تبوظ. وده بيعملوه أكتر لما يبقى واخد واحد واخد مكان صيانة وقطع غيار. يبقى قطع الغيار من قلب يعني من الآخر كده. فاهم ازاي هو ما غيروش أصلاً؟ ما هو انت لو تعرف نظام الشركات في العقود بتاعت الصيانة، في حاجة اسمها صيانة وفي حاجة صيانة شاملة قطع الغيار. فهو حاجة زي كده، هو بياخد عقد في السنة 10 قروش كباص باص على قلبه لو هو كده وقطع غيار. ماشي؟ كونتاكتور باص هو يعني هو أي قطعة غيار في خلال السنة هو اللي بيدفعها. ده لو صيانة وقطع غيار. لو صيانة وقطع غيار، لكن لو صيانة بس هو هما بيجيبوا قطعة غيار. بص السوق فيه خبايا في الشغل وحاجات، خلينا في الفنيات. تمام؟ طب بنفس المنطلق اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي، طب ما هو جهاز الشباك كان فيه 1.5، 2.25، 3 حصان، صح؟ يبقى معنى كده ان الشركة اللي كانت بتعمل التكييف الشباك هيجي وقت عليها هي محتاجة، وده كان في اجهزة كانت موجودة كده، تلاقي مثلا كارت الكارير 1.5، كارت 2.25، كارت 3، يعني عارف نظام ايه؟ تلاقي مثلا الاجهزة ها في كارتة لكل حاجة على حسب الريلي. وفي شركات تانية كانت تعمل لك الريلي يستحمل الثلاثة. وفي شركات قلت لك لا يا عم احنا نعمل الكارتة بتاعتنا عادي ونحط كونتاكتور. طب كونتاكتور احنا لسه بنشتكي ونقول ان الكونتاكتور صوته عالي. قال لك لا ما احنا نعمل كونتاكتور صامت. يعني كونتاكتور يبقى حنين شوية في صوته. ده كونتاكتور في منه شكلين. ماشي هاتوا لكم دلوقتي ونفكه ونشوفه. الموضوع هو هو بالظبط ما اختلفش. لما كان الكونتاكتور الكبير كان بيتكون من ايه؟ ملف وكونتاكتور، صح؟ فانت عندك الملف والكونتاكتور، بقى عندك طرفين للملف والاطراف، والاربع اطراف بتوع ايه؟ بتوع التوصيل. طرفين للملف والاربع اطراف بتوع التوصيل. ادي نفس الكلام، ادي عندك طرفين الملف اهو، خدوا بصوا عليه، بصوا عليه ماشي، بس بصوا معايا هنا الاول بعد كده عشان تبصوا خليكم معايا. ادي طرفين الملف ودول طرفين ايه؟ دخل وخارج، دخل وخارج. وهنا لازم لما تيجي تبص على كونتاكت تشوف الكونتاكت بتاعته عامله ازاي، عشان لو انت جيت لو انت اعتبرت ان دول كده وده الدخل، يعني دول دخل ودول خارج، هتحط لي هنا 220 تدي كهرباء للملف عمل ايه؟ عمل قفل. فلازم تبص للملف وهو بيبقى مرسوم عليه. يعني انت هتلاقي ممكن اقيسه واقوم بعد ما ادي يا عم انت ابسط حاجه، انت خفت ادي كهرباء للملف، يعني قيس الاول، عايز قيس الكونتاكتور ده، قيس الاول كله مع بعض مش هتلاقي حاجه موصله، صح؟ ادي كهرباء للملف ها؟ هتلاقي كل كونتاكت بزر مع التاني. دي عملها عملي، يعني ممكن نوقف تصوير بنعملها عملي. وصلت؟ فالموضوع بسيط، لكن في ناس حافظه. وهتلاقي الرسمه موجوده عليه. الرسمه الثاني مش موجود. في بقى الثاني. السنه بتبتدي 3 و3، الرسمه بتبتدي 3 و3. غير الملف. لا لحظه ماشي، عشان ده بص انت لو جيت بصيت هنا اهو، لو جيت بصيت هنا هتلاقي ان في كونتاكت بس ملغي. يعني هو هنا ده مستخدم لك كونتاكتين بس، وهو حاطط لك الارقام، هو التراب بس عامل عليها، هجيب لك فرشه سنان تمسحها وهو عامل لك الارقام عليه. ماشي بص بقى في كونتاكت هنا بس الصوره بتاعته مش موجوده هنا، خليك معايا. ماشي هتلاقي ان هنا الرسمه بتاعته بتقول ايه؟ دول طرفين، شوف جاي كده في الملف. ماشي دول طرفين الملف. طب الدخل والخارج بتاعه هنا ازاي؟ لو جيت بصيت هنا اهو هتلاقي بيقول لك ان 2 و4 دخل وخارج، و6 و8 دخل وخارج. يعني ده هنا اهو عمل لك ده دخل ده خارج، ده دخل ده خارج.
تمام؟ بصوا كده عليه. شوف ده كده محمود. ايه؟ روح بقى عيش عليهم هناك. شايلها ايه خالص الاجهزه دي؟ نعم؟ شايلها ايه الاجهزه دي؟ لا الاجهزه لا. ايه يا جماعه؟ يعني الناس دول بياخدوا الكهرباء صح؟ دول الملف. ودول هم جايين الكباس والمروحه. اه طرفين 220 وطرفين اللي هم جايين الكباس والمروحه. يعني الدخل وخارج والدخل وخارج. ايوه. تمام كده؟ هنا بتعرف في الرسمة ايه الدخل والخارج ازاي؟ مش فارق. اي حاجة. مش فارق في حاجة. انت هتعمل طرفين دخل وتعمل طرفين خارج. لو عكستهم مش فارق معاك في حاجة. هل الكونتاكت اللي انت هنا لازم اعمل لك دخل وخارج ولا طرفين تحط طرفين هنا وتاخد من الناحية التانية او العكس؟ انت اللي بتقسم توصيلتك ازاي؟ تمام؟ خلاص كده هنا اكدنا على فكرة الكونتاكتور وطرف الملف بيبقى ده الشكل بتاعه. تعالى بقى في الأجهزة. جات الشركة قالت لك إيه؟ طب أنا دلوقتي عندي كده. أنا دلوقتي عندي هنا السلك اللي موجود هنا سلك إيه؟ كمل لي كنترول ده 2 في 4 وده 2 في 1 صح؟ طب لو انا دلوقتي جيت ورحت قلت يا عم انا هنقل اخلي ال 220 في الوحده الخارجيه ايه اللي يفرق؟ يبقى انا هاخد كهرباء من بره للفايه جوه زي ما عندي هنا الكهرباء في الوحده الداخليه داخله على الفانه لو عندي الكهرباء في الوحده الداخليه داخله على الفانه واخد سلكتين من الوحده الداخليه للوحده الخارجيه لما ادي كهرباء في الوحده الخارجيه ها لازم اخد سلكتين من الوحده الخارجيه نفس السلكتين هيتوصلوا بس ساعتها بقطر اقل ايوه ساعتها لما بقى خلى الكهرباء في الوحده الداخليه انا عندي في الوحده اسف الكهرباء في الوحده الخارجيه انا عندي في الوحده الداخليه في اي احمال مشغل كارت بيشغل كارتة بيشغل بلف عاكس بيشغل مروحة كلها حاجات ايه؟ امبيرات صغيرة فليه انا اعمل السلك ده 2 في 4؟ فهمت ليه عندكم بيعملوا بيحطوا كونتاكتور في الوحدة الداخلية في الوحدة الخارجية عشان السلك اللي ما بين الوحدتين يبقى سلك واحد ملي لا بس في عم في اجهزة عشان بتيجي من غير كونتاكتور طب مش يعني هنقولها صح كده يا عم هنقولها بس مش دلوقتي هو عايز يخلي الكهرباء على الوحده الخارجيه هو عايز يخلي اصل في حاجه اسمها تجهيزات خلي الكهرباء في التركيب يبقى نقول بعدين بيكون سلك الكهرباء كده كده بره ماشي انت بتقول هم بيعدلوا اصلا ان هو يحط كونتاكتور في الخارجيه وهم يحط كونتاكتور لو انت بتعمل تجهيزات اصل خلي بالك لما تيجي انت عشان بالنسبه للشركات والتركيبات مصدر الكهرباء على العميل تمام لكن توصيلات الوحدات على الفني وعلى الشركه فالعميل بيقول لك ادي مفتاح البتشينو ادي التوصيل فلو انت وصلتها على الوحده الداخليه يبقى الكابلات اللي هتاخدها على الوحده الخارجيه على مسؤوليه مين؟ مسؤوليتك انت ساعات كمان بتبقى في تجهيز ما بقاش عامل لك كابل الكهرباء وكابل الكهرباء جنب القاعده برضه ما هو عشان اغلب الاجهزه يعني بيجهزوا على كده هنتكلم عليها في التعديل نتكلم عليها في التركيبات ماشي؟ وصلت الفرق فهمت كده الكلام ده؟ بس انت بتطول قوي المشترك بقى بين الار والاس فين؟ لا في الكباستور هنا؟ اه كباستور لا ده كباستور عادي ايه المشكله؟ كباستور لا اه ده كباستور تاني ما ده كباستور بتاع مروحه اه ما ده ادي الاس والار اهو وال واخد من ار واخد مع مع السي والار مع الار في الكونتاكتور ده الثنائي قبل ما يحطوا الاس بقى بتاع الساعة المكسرة
هبص هنا شويه وابقى في ايه؟ طب في بقى في عكس، مش قلنا الاسلاك هتبتدي تزيد؟ فهنا دلوقتي لما خلى الكهرباء على الوحده الخارجيه بقت كل التوصيلات اللي بين الوحده الداخليه والخارجيه كام بكام؟ 1 مللي. 1 مللي. بقى 3 في 1 4 في 1 7 في 1 بقى الموضوع ايه؟ بتكلفه اقل. واصله ولا؟ ادي توصيله الكارت اهي كتعديلات، بص كده عليها عشان هتعملوها. الموضوع بسيط اهو. ادي عندك اول حاجه لما تيجي عشان تعمل توصيله شوف مصدر الكهرباء. انت عندك دخل الكهرباء كان جاي على الوحده الخارجيه دخل على الكونتاكتور، في مشكله؟ قسمت الوحده الخارجيه بتاعتك عادي ككباس وكمروحه قسمتهم عادي، فيها مشكله؟ طيب بالنسبه لبقى تعالى نشوف الوحده الداخليه، خدت طرفين من اللي هو ال L1 وال L2 اللي هم الكهرباء، غزت لي بيهم مين؟ الكارتة. بعد كده عملت وصلت المروحه هاي ميديم لو والكباستور، فيها مشكله؟ والطرف الثاني من المروحه راح لمين؟ ل L2. التوصيله العاديه بتاعتك الكباس، خدت طرف من الكباس راح على الروزيتا، من الروزيتا راح على مين؟ على ملف الكونتاكتور اللي هو كان بيروح على الكباس بقى يروح على ملف الكونتاكتور. الطرف الثاني من ملف الكونتاكتور على L2. تمام؟ تعالى البلف العكس، خد طرف على البلف العكس، البلف العكس راح على الروزيتا على طرف البلف العكس، الطرف الثاني من البلف العكس على L2. واصله؟ في مشكله مع حد؟ ادي اهي التوصيله اتعملت بالمكونات بحيث ان انت شوف لو انت هنا اهو اتعمل 2 كباستور او انت رحت عاملهم كباستور واحد، هل هيفرق حاجه في توصيله الجهاز؟ ها فيها مشكله؟ انا كبست المروحه هنا باخد الوحده الداخليه كبست اي مروحه اللي هي الثانيه، ما هنا الوحده الداخليه بتقسم تقسيمتها عادي والخارجيه انت قسمت كل تقسيمتك سواء باثنين كبستر سواء بكبستر ثلاثي سواء باي حاجه قسمتهم على فين؟ على خارج الكونتاكتور. ها مش هيجيب لي تطول قوي، هنقف لغايه كده ونعمل فيديو جديد. اقفل.